إذا تقدم الروايات الواقعية ميثة مثل ما أنت قاعدة تتصفحين حين هذه الرواية لضيفنا أفكار متنوعة عن الواقع والحياة والأشياء اللي يعني الكاتب اللي تكون عنده دائما قدرة أنه يتخيل ميثة عالم العالم هذا مش موجود بس هو من إبداع اللي عنده يتخيله وبعدين ما شاء الله يطلع في كتاب. ومرات وليد هو ياخذ رواياته وقصصه من الواقعية مع لمسات بسيطة حسب الموضوعات والأمور اللي يحتاجها، مثلا يمكن يكون شيء رومانسي مثل الرواية اللي عندي أو قيم مبادئ مثل الإيثار أو التضحية. أكيد اليوم معانا الكاتب الشاب عبد العزيز القيش وبيكلمنا عن رواياته الأخيرة اللي بصراحة لاقت إقبال واستحسان الجمهور. مساك الله بالخير والنور والسرور ويا مرحبا وخلقت لي بعد مماتي. نعم، أول شيء شكرا على الاستضافة الجميلة هاي، واللي في إيدك حاليا هذا إصداري الأول كان في سنة 23 تتكلم عن أحداث صارت لشخص اسمه هزيم. يمر في حالات أو علاقات فاشلة كثيرة وبالنهاية يتعلق في شخص وللأسف الشخص هذا يختفي ويرجع بشخصية مختلفة وهني تبدأ الصراعات. عشان شيء قلنا نبتدي في هاي الرواية بما أنها أول إصداراتك. وأكيد ميثا يعني هو دائما الحين أكثر شيء اللي يشغل الشغل اللي يشغل الناس بشكل عام موضوع العلاقات. يعني ما تحصل إلا الشخص عنده مشكلة مثلا مع العلاقات سواء بشكل عام. يعني العلاقات كيف أنت ككاتب يعني تشوف هذا العالم، عالم العلاقات، هذا العالم المعقد اللي فيه مجموعة من المشاعر المعقدة أصلا يعني وتصيغها ما شاء الله يعني وتكتبها بهذا الأسلوب الجميل ولا وتقنع الناس وتخلي الناس تقبل على كتاباتك؟ أنا بداياتي كانت في 2019 يعني خبرتي خلنا نقول محدودة نوعا ما، ولكن ولله الحمد مرات يقول لك الشخص يوم يحب الشيء يجيله فضول إنه يعرف كل شيء عنه. فتعلمت درست وعرفت وقريت وايد. أنا دائما أقول حق الكتاب اللي داد إن عشان تكتب زين لازم تقرأ وايد. ففي السنين اللي طافت أنا قريت وايد ومنها تعلمت الأشياء اللي كيف أصلاً صيغة الكلام، الكتابة، الحوار، التركيبات هاي كلها أو حتى الصراعات كيف الممكن كيف ممكن أن الشخص يقدر يحطها. هذا هاي هي النقطة أو السر نقدر نقول أن كيف تحول هذه المواقف إلى حقيقة وواقع من خلال كتاباتك. أنت عبد العزيز تميزت باللون الرومانسي في رواياتك وتميزت بشكل كبير وخاصة الروايات الموجودة معانا مثل الرواية اللي هي أول إصداراتك. هل الروايات الرومانسية تتطلب نوع من المشاعر أو المواقف عشان تعيشها وتكتب عنها بمصداقية وواقعية أكثر؟ طريقتي أنا خلنا نقول أنا أحب أتقمص الشخصية اللي أكتب عنها فأعرف يعني حرفيا كل شيء عن الشخصية هاي عشان أقدر أتعاطف معها. فخلنا نقول مبدأ العطف يلعب دور أساسي في الرومانسية. ففي شخصية هزيم اللي هي بطل الرواية الأولى هزيم كان إنسان حساس نوعا ما، ف بغيت أعرف أكثر عن الشخص اللي يكون عاطفي أكثر من ما يكون عقلاني. لأنه يختلف، في ناس يحكم يعني أيوة. قلبه أكثر من عقله. أيوة. فهذا دور أساسي يعتبر حق الكاتب إن الشخصية اللي بيكتب عنها وبالذات إذا كانت واقعية طبعا صحيح. لأنه ما بتكون من خياله فهو لازم يتقمص هالشيء يدرس موضوع العاطفة. فالعاطفة شيء أساسي في الروايات الرومانسية. إنزين أخوي عبد الله أنت جبت لنا الصراحة يعني أنت تعمقت ويانا وايد ونحن بعد بنتعمق وياك أكثر وأكثر وأكثر. الكتابة تكون دائما مرآة للكاتب أو الروائي. الروائي اللي يكتب رواية أصلا هو يعني يمكن هو يحط شخصيات الشخصيات هاي هو تمثله إنزين ويمكن هو مواقف يكون مر فيها إنزين وهو فعلا يعني الموقف اللي هو كان المفروض يتصرف فيه يحطه في راس الأبطال اللي موجودين في الرواية هزيم. شو الأحداث اللي تحس إنه فعلا أثرت فيك وشكلت منك هاي الشخصية؟ في روايتي الأولى أنا استخدمت كثير من الأحداث المؤلمة والسعيدة مني أنا شخصيا عشان تساعدني أني أكتب عن الشخصية هاي،
وهذا سبب لي خلنا نقول مشكلة مع الجمهور لأن الجمهور يتحسب أن أنا هو هزيم. يعني ضفت شوي أشياء خلنا نقول، وسبحان الله كان في تشابه بيني وبين الشخصية. يعني أنا وصفت الشكل، الملامح، الأسلوب، الهداوة، أشياء بسيطة كانت تساعدني كثير أني مثلا أكتب عن شخصيات. فمرات تكون هاي أشياء حلوة أن الكاتب يستعير فيها، مرات تكون مو حلوة نفس ما أنا توهقت فيها. أن قال شخصية هزيم هي شخصية عبد العزيز. إزاي كيف توازن توصل لل ما بين الرومانسية وما بين الواقعية اللي أنت بعد تميز في القصص الواقعية والمواقف الحقيقية؟ مثل ما قلت مرات القلب حكم أكثر عن العقل، صح. ومرات واحد يحكم عقله أكثر عن قلبه، فكيف أنت توازن ما بين الرومانسية وبين الواقعية في رواياتك؟ هذا الشيء تعلمته أكثر وأنا أكتب روايتي الثانية اللي هي على عهدنا حتى نخون. هني خلنا نشوف، أو خلنا نقول أن سعود اللي هي الشخصية الأساسية ما كان في عاطفة، يعني خلنا نقول بارد نوعا ما، تسبب في خيانات وايد، ما يهمه مثلا إحساس اللي حواليه أو ما يهمه العاطفة، فكان عقلاني وفي نفس الوقت أناني. فهذا فرق كبير بينه وبين هزيم. فسعود تعلمت منك كيف أنا أقدر أشوف، أو مثلا الشخصيات اللي عديمة الإحساس خلنا نقول. فهني سعود كان يعكس الموضوع عن الشيء اللي أنت تقولين عنه، مثلا المقارنات بين العاطفة والعقلانية. في صراع يعني صار عند الشخصية. وسعود كان دكتور نفسي، فأنا كنت أتقمص شخصية دكتور نفسي، أني أبى أعرف كيف الدكتور النفسي يشوف المرضى. هل المرضى مثلا حالاتهم تختلف كثير عن الباقيين؟ هل لأن اللي نعرف أن عندهم مستشفى خاص يعتبر، مش مع المستشفى الثاني. وهني تعلمت أكثر وأكثر من شخصية سعود، وعرفت فرق العاطفة والعقلانية. زين حلو، أنت ما شاء الله عليك أخوي عبد الله، يعني سلكت في الرواية الأخيرة وطرقت أبواب مثل ما يقول لك الجرأة شوي في الطرح، ودائما الكاتب والروائي لما يطرق هاي الأبواب يثير نوعا ما جدل، مش نوعا ما اللي صدق يعني يثير نوعا ما جدل حول هاي المواضيع اللي هو يتكلم أو اللي هو مثلا اللي يطرحها. زين الحين هاي الرواية، هل يعني أنا بشوف بس مستوى الجرأة اللي عندك يعني. طيب هل الرواية هذه تعكس المسودة الأولى، ولا أنت حذفت وايد عشان خاطر المجتمع؟ خلنا نكون واضحين وصريحين. سعود شخصية واقعية، وخلنا نقول للأسف أنها واقعية. هل هي المسودة الأولى هاي؟ إيه. يعني أنت ما حذفت شيء؟ أنا ما مو بني ما حذفت، ما ضفت أكثر. في فرق. يعني في أشياء أنا حطيتها ما تلعبت فيها خلنا نقول، وأنا كنت كاتب إن الرواية هاي ما تخلو عن خيال الكاتب. صحيح. بالنهاية لازم تضيف أشياء من عندك. إيه مكتوب كل أحداث هذه الرواية حقيقية لكنها لا تخلو من لمسة الكاتب الخيالية. صحيح. فمذكورة هاي. هذا لازم عشان مرات أنا يوم أطبق الشيء ذاته. صحيح. يكون مثلاً شوي نوعاً ما ممل، ولا تبغي لمسة بسيطة من الكاتب والخيال. المسودة هاي خلنا نقول. مسودة عبد العزيز خلنا. لا سعود شخصية مختلفة، حتى أنا قلت عندنا هزيم وعندنا سعود، وهذيلا فيهم تضاد الصراحة. بين شخصية هزيم الرومانسي الطيب اللي يحكم قلبه، وبين سعود اللي عنده صراع ما بين القيم وما بين العاطفة. أيوة. فسعود أو خلنا نقول نفس ما أنت قلت، المسودة هاي فيها كثير أشياء، لكن في أشياء أنا تعمدتها أحطها عشان الناس يشوفون أن للأسف هالشيء موجود في واقع. الواقع واقع. وأشياء إضافية ما بتغير في الرواية، فعشان شيء أنا ما حطيتها، لكن الأساسيات موجودة في الرواية وما يعني ما مسحت. لا ما حذفت. لا لسه. زين عبد العزيز، كونك شاب ما شاء الله عليك ودخلت عالم الرواية والكتابة، أكيد في شباب كثير بعد يعني ربعك ولا حد من أهلك يمكن متحمس إنه يكتب، لكن تدري هذول اللي يكتبون ويخشون أوراقهم لأنه ما يبون حد يقراهم أو يشوفهم، لكن ممكن تكون عندهم موهبة فعلا، موهبة الكتابة. شو تنصحهم؟ شو تقول؟
أنا كنت يوم من الأيام واحد منهم فعلا، لين ما اللي حوالي حفزوني على الموضوع هذا، لأن بداياتي كانت كلها على تويتر. فعقبها هني بدأ الحماسي من الناس أن ليش ما تسوي رواية، أنت عندك. فأنا قابلت الناس هذيلة في المعارض وكانوا يوني يقولوا لي أن نحن عندنا بس ما نعرف كيف نبدأ، ما نعرف كيف هذا. وأنا أقول أهم شيء لأي كاتب جديد، إذا بديت ما توقف، استمر. أن أقصد كبداية كتابة، لأن البدايات هي أصعب شيء، أن كيف تبدأ روايتك فعلا. هذا أصعب شيء. وإذا حسيت أن ما في أشياء في بالك اقرأ أكثر. وهذا نفس ما أنا قلت في بداية الحلقة، ساعدني كثير. يعني شيء وايد ساعدني أن أتخيل أكثر، أحس أكثر، أو أكون عقلاني أكثر. وايد أشياء تفرق، وحتى أن في صيغة الكلام يوم الواحد يكتب هالشيء يفرق وايد. فعلا صح. أخي عبدالعزيز ما شاء الله عليك، يعني أنا أحييك صراحة أنك أنت ما شاء الله يعني كتبت وواجهت المجتمع، وفعلا مثل ما تفضلت المسودة الأولى. وفي الحين أكيد وايد كتاب يسمعون الحين هني، ناس ما شاء الله يعني تخيلوا أشياء وكتبوا قصص، لكن للأسف كتبهم موجودة حبيسة الأدراج. وأنا أستذكر ميثا وياك الأديب الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني، هذا لما توفى الله يرحمه بالصدفة الموظف في هيئة أبو ظبي للثقافة بطل الدرج، شاف ما شاء الله كومة كتابات وكذا. شو رايكم الكتابات هاي اللي طلعت؟ الناس تقول يا ليته، الله يرحمه هو نزل كتب طبعا، بس يا ليت الكتب هذه وهاي الروايات والسير الذاتيه نزلت في فتره حياته. فاذا وايد اشياء نحن عندنا ميته، والكتاب دائما يعني مثل ما انت قلت في البدايه عندهم ما شاء الله من الرومانسيه وعندهم من الواقعيه، فيا ليت يطلعونها للناس. ولا شو رايك اخوي عبد العزيز؟ لا بالعكس، انا ايد كلامك، وهو الموضوع كله يحتاج تحفيز. إذا أنا كتمت الموضوع بيني وبين نفسي فما بيكون أي اختلاف. وهو نوع من أنواع التعبير أكيد، لكن باستخدام الورقة والقلم. نحن شاكرين أكيد وجودك اليوم ويانا، شرفتنا ونورتنا، ونتمنى لك كل التوفيق. وياكم شكرا. يا مرحبا وسهلا.